لا احنا المنتخب يعني نصفه حاضر ونصفه نصف المنتخب ما جاء موجود. نعم يعني هاي والكل يعني يعلم هذا الامر جيدا بالنسبه للمنتخب. لا مو مو لا بهذه النقطه يعني ما دام الكاميرا ما اخذتك تقول نصف المنتخب ما حاضر. ما حضر. اذا تقدر تعدد لي. تمام نبدي. تفضل. عندك الرباعي في انجلترا زيدان اقبال الكسندر وراها علي الحمادي وكاردو صديق هاي اربعه. عندك هيران احمد مهند اجعاز ميرخاس دوسكي عندك الوجبه اللي قاعد نعمل عليها كيفن يعقوب اللي حاليا اوراقه انتهت بالفيفا ونطول بروف احمد ياسين بعد احتراف انه خلص بعد ما قدر هاي تسع لاعبين عندك الثلاثي اللي قاعد نشتغل عليه هاي 12 لاعب اعطينا حصريات الثلاثي منو خلي الجمهور يعرف ليش ضاع عليهم الاتحاد هو يصرح ربط تشتغل عليه وين انت فهمنا احنا فاهمين لا احنا ردنا نفهم يتحدث عن اللاعبين اللي يطلق عليهم مغتربين هم عراقيين اصلهم عايشين باوروبا ويلعبون بدوريات اوروبيه فيشتغلون عليهم الاخوان يطلعوا لهم الجواز العراقي حتى يمثل المنتخب لكن كيف نقول ناقصين هم اصلا مش لا مو بهم التحقيق لاعبين ويانا فقط في الخليج ما فرغوهم انديتهم العراق ناقصه ما هي ناقصه هذا مش ناقص الفريق هذا المجموعه مش ناقصه كابتن لا يعني احنا نتكلم عن واقع حال كابتن وسخ اللي يحكي عندنا لاعبين موجودين يعني ما موجودين بالرغم ثلاثه من العناصر اللاعب. الاساسيه بس اللاعبين مؤثرين عندنا لاعبين وعندنا لاعبين جيدين شباب صح ما لعبوا بالمنتخب مع انديتهم قاعد يلعبون ومستدعيهم للمنتخب بس تعرف هاي البطوله مو بالفيفا ديف ما يفرغوه لذلك لاعبين مؤثرين عندك زيدان اقبال يلعب مانشستر يونايتد كابتن اليوم يعني سعاده المسؤول الاتحاد الخليجي يعني طرح عليه سؤال انه يعني لازم يتم التفاوض انه تفريق اللاعبين يعني في هيج بطولات يعني وقال يعني احنا دا نسعى جاهدين يعني انه مخاطبه الفيفا يعني من اجل يعني هي تدري انه ما معترف بيها لكن دائما هم يتواجدون كذا هذا مساندين يعني لها ما معترف بيها اعرف معترف بيها بس ما ضمن يعني لا هي دوليه هسه عندك غرباسي في شهر الثالث يعني هي راح تكون ضمن ايام الفيفا لكن قانون الفيفا يقول لك يفرغ لمباراتين زين انت بطوله غرباسي عندك اكثر من اربع مباريات لان راح تتقسم الى ثلاث مجامع 12 منتخب راح يشارك فهي من راح يصير يعني هم يعني راح يضطرون الانديه